اهلا بيك، حابه اعرف انت شو تفكرين بالزواج. يقولون اذا شخص فكر بالزواج يمكن يختار اختيار جيد. شوفي، أنا ما فكرت بالزواج طول حياتي، بس بالكلية بالمرحلة الثانية واحد من أقاربنا، يعني ضليلة من نشوفها بالمناسبات، وهاي يعني يلمح لي بكلام الزواج. تمام، خلينا نعرف وضعك العائلي قبل الزواج، لأن أكيد له تأثير على حياتك، فشلون توصفين عائلتك؟ هذا تريدين يعني حياتي قبل الزواج؟ ما عندي أي مشكلة، أهلي زينين وخلوني أدرس، و احنا عائلة، يعني اكو بيناتنا تفاهم، ما عندنا مشاكل، ما عندنا صياح بالبيت، صوتنا من يعلى احنا البنات، وحتى الولد مؤدبين، وبالمنطقة سمعتنا كلش حلوة. فابويا وامي تعبانين على تربيتنا، وهذا الفرق عن الناس اللي زوجت من يومهم، هم مو اقاربنا يعني، لح يعني من بعيد. فاذا نشوفهم بالمناسبات اللي تصير داخل العائلة، ويجون يعني سلام، يجون الأب، يعني الأب واحد من ولدهم، البنات يجون، بس ما نعرف تفاصيلهم. فابنهم يعني أكثر من مرة شفته بمناسبة هاي، وصار بيناتنا كلام يعني عادي، عرف أنا وين أداوم، هو هماتين طالب بس مو بنفس الجامعة ماتي، فصارت أشياء مشتركة. وتعرفين هسه صار كلش سهل واحد يتواصل ويا الثاني، إذا ما تنطي رقم فموجود يعني تواصل وهيك شيء، فواحد ضاف الثاني وصار التواصل، وظل يجيني للجامعة إذا صار عندنا مناسبة بالجامعة، يعني تصير حفلات مهرجانات، وهو يدعو مرات يعني يصير يعني روح لهناك، بس أنا ما أقبل أروح، يعني ما أروح، ما أقدر أروح وحدي، فهو يجي أكثر من مرة. هاي عبرت المرحلة الثالثة، وهيك شيء بيناتنا تعارف. اللي أنا صراحة دائما أشجع أنا إنه تكون مو شرط علاقة حب، بس على الأقل علاقة عشرة، أكو علاقة عشرة مبدئية، وبنفس الوقت أنتبه على تفاصيل المقابل. يعني أكو مثلا تقول لك إيه أنا صار لي كذا سنة ويا هذا الشخص وأعرفه، لكن هي ما منتبه على بعض التفاصيل في مواقفه. يعني إحنا مثلا هسه أنا كثير من الأصدقاء، مو شرط الشريك، خلال احنا عشرتنا مو سنه وسنتين وثلاثه، انت تلاحظين بصديقتك او صديق، تلاحظين اكو طبع يتنحس من عنده. انا دائما اتجنبه خلال فتره لقائنا اللي اكيد تكون بسيطه، هذا كصديق. لكن كشريك، هل انت تقدرين تتجنبين هذا الطبع السيء اللي بيه؟ هل انه انت عندك قدره انه تتعاملين ويا هذا الطبع او ويا هذا المزاج؟ هاي نقطة أساسية، مو بعدين راح تفكرين ها والله أنا لازم أنفصل لأنه هاي النقطة ما قادرة أتعامل وياها. عدا ذلك، في العلاقة اللي تكون بها علاقة حب، في أغلب الأحيان أكو إشارات إحنا نغفل عنها، كون الشخصين منغمرين بالحب أو بالرغبة بأنه يكون هذا شريك حياة، تتجاوز بعض الأمور، لكن بالمستقبل ما تتحمل مسؤولية اختياره ومسؤولية تجاوزها لهاي النقاط. فلهذا دائما أنا يعني أتمنى من كل إنسان مثل ما يتعلم أو يأخذ دروس تقوية أو يأخذ مثلا دورة في سبيل يشتغل شغل أحسن، أيضا الزواج ينظر له مو نظرة حب وعاطفة. صح أنا من مؤيدي أنه تكون العاطفة موجودة بالزواج، يعني صراحة دائما أشوف الزواج اللي بيه علاقة حب قبل أو بقبول قبل الزواج دائما ينجح. ليش؟ لأنه الطرفين يبدي يتنازل شوي عن بعض الأمور. الزواج التقليدي في أغلب الأحيان كأنما يعني خلطة بين الأهل تتركب أوكي، فهي أما تصيب أو ما تخيب، أو يكون زواجهم زواج عشرة، يعني أنه هاي أم أولادي، هذا أبو أولاد بيتي، انتهى الموضوع. ما تكون هاي شلون خلينا نقول هاي الإضافات اللطيفة بالزواج. عارفة، بس هو عارف شخصيته، يعني حباب، ما شفت منه أي شيء، يعني تعامله وياي حلو. بالمرحلة الثالثة أنا الصراحة تحسست من جياته وهاي، لأنه إحنا كنا مثل الأخوة والصداقة، بعدين هو عبر ظل يحكي بمشاعر اتجاهي، وهذه أنا ما بالدلت الشعور، وظلوا الوياي بالقسم يلاحظون يعني جياته. فأنا قلت له لا تجي، لأن ماكو شيء بيناتنا. فحكي موضوع الزواج، قال أنا نيتي الزواج هالفترة، ريدت أتعرف عليك.
أنا فرحت يعني تجيني أنا قسم اسمك. أنت قلت لك أنا بداية كلام ما كنت مفكرة بالزواج، حكيت الأهلي طبعاً كانت مشكلة إنه شون قدرتي وهذا أقاربنا وهاي أمي وأخواتي. فوصلت لهم فكرة إنه هاي السنة اللي راحت كان هو يجينا بصدف ومهرجانات وأشياء، بس ما كان حاكي له بهذا الموضوع، وظهر هو يريد يتزوج وعرض علي الزواج. هي اصلا الزواج ويا الدراسه يعني مساله شويه بيها فد نوع من الجهاد، يعني لانه حقيقه هي الدراسه اصلا هي مرحله حددت لعمر انه تكوني انت بدون مسؤوليه. فيعني ليش الانسان يحمل نفسه طاقه فوق قابليته؟ تجي في بعض الحالات انه اكو مثلا اشخاص قريبين من عندي انه تزوج بنتها في وقت مبكر، والله شنو انه فلان شخص هو كان متابعها او يريدها او بقى كذا سنه يراقبها وكذا سنه يحتاجها في حياته، كثر الضغوط صار عليها فزوجت بنتها. مو البنت بهالحاله هي ما مجبوره تخضع لضعف الام او الاب تجاه رغبه المقابل، يعني هذا الضعف لازم اني اواجهه، بالذات لما يكون عليه تبعات. يعني اذا كانت البنت ما كانت متجابه ويا هاي المشاعر ويا هاي العلاقه او هاي الرغبه من الطرف الاخر، او بالعكس يعني هم يلحون على الشاب انه مثلا بنت عمك او جواري انه هاي هذول مثلا احنا نعرفهم، هذول علاقتنا، نعرف ابوها، نعرف كذا، او قد تكون مبنيه على مساله ماديه هيك زواج يردون يرتبوه. هاي الحالات كلش صعبه، لانه يعني ورا بعد كم سنه راح يجيك يقول لك انا ما عشت قصه حب، او انا كنت في عمر غلطان باختياري. وهو اصلا الانسان بعد العشرينات تصير تغيير جذري بالشخصيه. قبل العشرينات هو معتمد في عقل الباطن وفي اللاوعي مالته انه عائلته هي تصرف عنه، والمشاعر في خلينا نقول اوجها يعني ما تكون هي ناضجه. فأنا كيف أجي أخلي مستقبل كامل؟ إحنا هاي النقطة اللي دائماً أكد عليها، ترى أكو وراكم مستقبل مثل ما نقول للموت أو مستقبل، يعني أنت لا تخلي في حساباتك ممكن تنفصل. ليش تخلي هالنقطة أو إحنا دا نروج إنه عادي الإنسان يقدر ينهي هاي الزواج في حالة إنه فشل؟ أمي قالت أني خلي أفاتح أبوك بالموضوع، حكت وياه هو يعني شلون عباله انه نسوان وعن طريقهن، فما قال شيء، قال لي خلي يجون اذا هذه. فانا قلت له تعال جيب اهلك وتعال، اجوا اهله وامه. بس امه شويه حسيتها هي يعني شلون متسلطه، يعني كل شيء بيتها، شو حددت اليوم اللي تجي بيه وحددت كل شيء هي. اجوا وصار بالبدايه حكي بالموضوع بين عائلتي وعائلته، المهم قبله وكان عادي، يعني ماكو اي شروط احنا عندنا ولا هم، او انا اقعد وياهم ما عندي مشكله. هم عندهم ولد وبنات اكبر من زوجي واصغر منه، فعائله كبيره. تمام. بالبدايه احنا اول خطوه المفروض احنا نشتغل اول شيء على نفسنا، يعني او مساله الزواج، يعني انت شلون تدخلين شخص او شريك في حياتك اذا انت ما تكونين عارفه نفسك وشنو ميولك وشنو اللي تحبينه وشنو اللي تحتاجيه بحياتك. فالافضل انه الانسان بالبدايه يطور نفسه ويعمل، اهم شيء يعني مساله العمل ومساله الماده هي مساله اساسيه بالزواج، لانه اي اسره اكيد لما احنا نبدي نفتح عائله جديده وراح تنفتح وياها ابواب مصرف كذا، وهي يقول لي شو يعني الماده مو اساسيه؟ لا هي اساسيه، احنا لا ننكر الاشياء اللي ممكن يستند عليها الزواج بصوره صحيحه. فانت اذا انسان ما قادر تشيل نفسك او تشيل مصرفك، كيف راح يصير عندك زوجه واولاد؟ وبعدين راح تبدي مشاكل المصرف، يعني تكون اكثر مما لو كان معتمد على نفسك كليا. واحدة من الأشياء اللي إحنا دائما نحكي عنها إنه البنات في مجتمعنا تتربى على مسألة إنه هي لما تتزوج راح تتغير حياتها. الأساسيات هي لازم يعني تفاهم، أهم شيء لازم تفاهم بين الطرفين. يعني أكو ناس صح مثل ما تفضلت صاحبة الشكوى بأن هي وضعيتهم وطبيعة أهلها وهم يعني عايشين بطريقة هدوء وهذه، فهي لازم تتقبل الوضع اللي انتقلت إليه. ما يجوز يعني تريد طبيعة أهلها نفسهم تلقاها عند غير ناس.
الناس يعني أطباع، ما يجوز تريد نفس طبيعتها تلقاها أو نفس الظروف اللي عاشتها تعيشها بهاي البيئة. يعني تعتبر الزواج مو علاقة شريك ولا تفكر بها علاقة راح تكون مدى الحياة، يعني حتى أكو ما عندها استيعاب إنه هذا الإنسان اللي اختاريته حيكون شريكي للحياة الباقية. يعني هاي النقطة مجرد تفرح، يعني أكو واصلين عقليتهم إنه هي بدلة عندها الزواج وتلبس ومكياج وكذا والناس راح تفرح وينتهي عندها هذا لهنا هي مسألة الزواج. يعني تخيلي لها الدرجة أكو بالضبط، يعني عندها مو شرط تكون ما متعلمه، يعني اكو طالبات يعني اكو مكملين كليه وكذا، فكرتها عن الزواج انه شلون راح اخذ كميه ذهب، شلون راح اجهز جهاز كامل، شلون راح يكون غرفتي وكذا وهيك شيء. خلينا نحكي عن المشكلات اللي صارت، بدايه المشكلات مع عائله زوجك، وانت شنو رد الفعل، وهل اهلك يعرفون بالموضوع او لا؟ مشاكل صارت يعني على الرابع انا تزوجت وما قالوا شيء، قالوا تكملين دراستك. كملت واني متزوجه كملت يعني رابع، بس بدت الصعوبات. يعني امهم ما تتحكم بيهم بالولد وبالبنات وهم يطيعوها، بس مرات صار بيناتهم نرفزه، يعني يتعارك فجاه وصارت دمايه بيناتهم، يتعاركون بيناتهم الولد لو البنات ويدخلوني أنا بالموضوع، ما أعرف أنا إيش علي أقولهم أشياء، يعني شقلك أشياء يتعاركون عليها مثلاً على الغداء على أشياء هيجي بسيطة ما لها معنى، ويدخلوني أنت السبب أنت ما أعرف شنو، وقع بالمشكلة. عدت هاي السنة كل فترة إحنا ما نطلع شهر إذا مرة مرتين هم متعاركين وصارت دماية بيناتهم، أنا ما أدخل بس هم يدخلوني أسكت. عدت هاي السنة وأني صارت عندي طفلة بعتها، يعني صارت علي خاصة فترة الحمل ماتي، يعني كلش كنت أتنرفز وأخاف من الصير يعني صار بيناتهم مشاكل. حتى الدكتورة قلت لها مو زين عليك لازم ترتاحين. طبعاً هي الحامل تريد رعاية، خاصة الأشهر الأولى تكون صعبة، يعني تغيير من حال الحال، مثل ما هي يعني تغيرت من بيت أهلها البيت زوجها نفس الحالة، هم تغير حالها من حال الحال. فمن تغيرتها هذا الشيء إلها حق تروح عند أهلها يومين ثلاثة، أو إذا اضطر الأمر إذا يعني وضعيتها تعبانة لا عادي تبقى أسبوع أكثر، لكنه مو معناها هم ما راح يداروها أو ما لهم علاقة بها أو ما يحبوها. لا ما عافوها، هم ما عافوها صدقيني، لكنه هي بعد من صار انفصال كل واحد راح الحالة ابتعدت. ما دام أكو يعني بنية بنصهم لحد الآن أو أي طفل بعد لحد الآن، البنية شو راح تزوجها؟ راح تزوجها هيش من تكبر؟ لا ما راح تزوجها. أول وتالي هم البنية راح تسأل عن أهلها عن أبوها، زين من راح تتزوج شلون راح تتزوج البنية؟ ما راح يحضرون أهلها؟ لازم أول وتالي الأب يحضر، العمام تحضر، ولا ماكو واحد ينطيه هيك قبل أو ياخذ قبل إذا ما ياخذها من أهلها ومن أصلها، مو صحيح؟ إي ف يعني شوفي العيال أهل الزوج يبدون شوية هم تحزعتهم بأنه بتهم يعني 24 ساعة هي هم بتهم تروح يم أهلها وتاركتهم وهذه. هم يكيفون روحي يم أهلك وهذا، لكنهم مو طولين أكثر. أنت من راح تطولين راح تعلمينهم على شوية شوية أنت مفارقتهم، شوية شوية أنت مو بالبيت شوي فراح تعودينهم على هذا التعويض. خليش دائما وياهم، مشتركة بحديثهم بهواي أمور وياهم، بأكلتهم بشربتهم، عاملهم يعني عادي، يصيحون خل أصيح مثلهم عادي، أصير مثلهم، أتقبلهم أتقبل وضعيتهم، هم راح يحبوها. مباعي إحنا بهاي النقطة، هي شوفي أني لاحظتها كان عندها لجوء لأهلها في فترة الحمل، هي ما خلت لزوجها مساحة في حياتها، ذكرت أنه زوجي هجرني أنا وبنتي بالوقت اللي هي أخذت بيتها وهجرتها. يعني لو تجي للواقع هي هجرت زوجها، فكيف يكون عنده ولاء إلها ويكون عنده مشاعر إلها؟ هي لو باقية يمه ومحملته مسؤوليتها
ومسؤولية بيتها ومسؤولية الحفاظ على مشاعرها بداخل البيت، وهذا ما يجي بالعياط والصوت العالي وأزعل بيت أهلي وأفرض عليه. إحنا المشكلة إيش تصير عندنا؟ يعني شغلة لاحظتها إنه دائما أي مشكلة بين الزوج والزوجة أخذت جهالها وراحت بيت أهلها، والله ألقى لي حل يلا تجي. ما هي مو بهالطريقة تنحل الأمور. يعني أنت لما تكونين بهالعقلية إنه أنا والله ألوي إيده للمقابل، أكو شخص مو شرط يقول لك أسوي لها، أكو شخص يقول لك أنا أسوي لها اللي تريده، لكن من تجي راح أعذبها، راح أطلع يعني نوع من الانتقام يصير عنده، مو تفاهم. هاي مو طريقة تفاهم، إنه أنا كأنما دا أحاربه وأفرض عليه اللي أريده، فهي تعتبر نفسها انتصرت لما خلته يسوي لها اللي تريده، لكن بالمقابل هي طلعت من قلبه نهائي، هو هسه يتعامل وياها. أنا فكرت أروح لأهلي، رحت لأهلي يدرون بالمشاكل أنا أسولف لهم، بس أمه تحسست لأن أنا رحت لأهلي وأنا على مود الحمل مالتي، فقالت راح تزعلانة وأنا ما راح تزعلانة. وقعت لحد ما أنا ولدت وهم مسألة ولا أجوا. طبعاً زوجي تواصل، بس شلون شايل؟ نقول أمه شايلة عليك، أمي عبالها أنت زعلانة. قلت له تفهمها أنا رحت على مود صحتي. هو ما شايف إنه أكو مشكلة عندهم، إنه تنرفز اللي تصير بيناتهم، المشاكل بيناتهم فجأة وهيك يقبون ما أعرف شنو السبب، يقول هذا عادي الموضوع. يعني أنا حكيت الأهل، قلت لك أنا قايلها لأهلي إنه هذا السبب اللي خلاني أجي والدكتورة نصحتني. أهلي يقولون عادي، يجوز يعني عين عليهم، ويجوز يعني مشاكل هاي من زمان عندهم. إحنا من سألنا عليهم من تزوجنا، سألنا الأقارب، ما سألنا الجيران اللي يسمعوهم دائماً، لأنه صعب أنت أقاربك حتى لو من بعيد تسألين الجيران، وخاف توصل لهم وإحنا ننحرج وأهلي ينحرجون. هنا هي النقطة راح تعتمد على شخصين، يعني الشخص اللي راح ينرفع الصوت عليه والشخص اللي هو يرفع صوته. يعني المرات المقابل يعتبرها نوع من الإهانة، ويعتبرها نوع من إثارة مشاكل أو نوع من السيطرة، حتى تسيطر على الحديث ترفع صوته. في أغلب حياتنا، مو بس يعني مجتمعنا ترى، يعني في أغلب المجتمعات دول العالم أو هي تركيبة الأنثى، لما تغضب يرتفع صوتها، لو إيش قد ما تكون مؤدبة ومترباية وكذا من القبيل. بالإضافة إلى هذا، إحنا ضغوط الحياة تخلي نبرة صوتنا عالية، يعني إحنا في أغلب الأحيان نرفع صوتنا. أنا ما أعتبر الشيء إنه لا بأس به إنه يكون الصوت عالي، لكن ضمن حدود المعقول وضمن حجم المشكلة اللي يتعرض لها الإنسان، إحنا يعني في بعض الأحيان هو ما نقدر نحكم المشاعر. يعني أنا ما أقدر أخلي المقابلي روبوت، يعني إحنا نقدر نقول حكي كتب خلينا نقول أو حكي تطوير ذاتي، لكن الواقع مختلف. الواقع إنه إنسان لمن ينجرح يرفع صوته، أو أغلب الأحيان أنا أسميه صراخ روح أكثر مما هو صراخ صوت. يعني هو شخص ده يتألم من داخله، فالطرف المقابل يكون هو أنضج ويستوعب الموقف، ما ياخذه بطريقة إنه هاي إنسانة ده تفيني أو كذا. لكن إنه أستخدم مسألة الصوت العالي حتى أفرض الشيء على المقابل، لا، هنا راح تكون غلط. أو إنه أنا أعتبره فد نوع من الانتصار، هنا راح تكون الأمور غلط. فلهذا تكون المسألة بين الطرفين، هذا الشخص يفهم شنو ليش رد فعله، والشخص اللي بالمقابل. أنت من تشوفين الزوج مثلا يبقى هادئ، أبدي أحترم هذا الهدوء اللي عنده. إذا أبدي أشوفه هو يتجاوب بغضب أكبر، أغلب الرجال الشرقيين يعني يتنرفز من الصوت العالي، فإذا هو ما يتقبل هذه المسألة، أبدي يعني المفروض أشتغل على نفسي حتى أحتوي الموقف. لا، هاي العادات هي موجودة بكل بيت، يعني ما نقول بكل بيت وكل بيت، لكنه هي موجودة. يعني منو اليوم اللي ما يصيح؟ منو اللي اليوم اللي ما يعلى صوته؟ منو اليوم اللي ما؟ طبعا اليوم أنا واحدة من الناس دار هم أرد أصيح على ابني، هم أنفعل، هم الحالات. الشباب حاليا كلها دا تمر بحالات نفسيه، الامهات اللي دا تربي بدون اب هم دا تمر بحالات نفسيه، فهاي موجوده. يعني هاي مو مشكله، ما نعتبر هاي مشكله. شلون مشكله؟ وهي اثرت عليها، يعني هي ما تقبلت هذا الشيء. هي لو تتقبل هذا الشيء وتعتبر هذا الشيء، يعني هي شوفي اي تفكير داخلك تفكرين به وتفكير يكون ايجابي، هي راح تتقبل هذا الشيء. هي ما تقبلت هذا الشيء، لو من البداية متقبلة الخاطر زوجها وحابتها من صحيح تتقبل أهلها.
فظهر هي هاي مشاكل بيناتهم، يعني الجيران يسمعون صوت عالي من زمان، يعني رابين على المشاكل بيناتهم. بس أنا اجيت من عائلة ما عندنا مشاكل، ما عندنا هذا الصياح، ما عندنا واحد يعني بتعارك ويا واحد بدون ما يتفاهم وياه. عندنا احنا بابا وماما علمونا انه نتفاهم، صارت مشكلة نتفاهم بيناتنا، ماكو داعي نصيح. فأنا ما تحملت هذا الوضع، وخاصة قلت لك فترة الحمل كنت تعبانة، ومن ولدت بنتي يعني نفسيتي كلش تعبت، تعرفين إن فترة النفاس تصير كآبة عند الأم، وما ردت أرجع لهم، خلص الأربعين وراها فترة يلا قلت أريد أرجع. فحكيت ويا زوجي قال لي بعد ايش اللي صار لك يعني كم شهر، وظل يحكي لازم تعتذري من امي، وقلت له انا ما مسوي شيء ولا طالع زعلانه حتى اعتذر منها. انا كبرت راسي وهو عانت على مود انه لازم اعتذر من امه. شوفي احنا دائما العمه وتشنا، دائما هاي المشكله بين العمه وتشنا، يعني من زمان مو اليوم. لكنه هي لو متقبله هاي العمه كأم لها كان ما صار اللي صار. بس هي من البداية أمك ترى ماكو أم يعني ما تحب ابنها وما تحب للخير وما تحب تكون زوجتها تحبها وداريها لكنه أكو الفهم، موضوع الفهم خطأ. قبل فترة أكو قصة شفتها الواحد عطار يقول جتني وحدة قالت لي أريد سم العمتي، يقول انطيتها قطرات، قلت لها يومية تخليلها بس سمعينها كلمة حلوة بالقلاص، قل لي هاش حبيبتي هاش عمري هاش حياتي. هي هماتين بدت يومية تنطيها السم بالقلاص وتقول لها حبيبتي حياتي، المرة بدت تبوسها انت بنتي انت، هاي ندمت راحت للعطار قالت لاني سممتها، والمرة خوش مرة يعني ودت تتكلم وياي بطريقة حلوة. زين انا شنو الحل؟ قال هان لطيت شيء ما طيت السم، طيت قطرات من المي، لكنه الكلمة الحلوة هي اللي اثرت. فهي لو من البداية يعني متبعة هذا النظام ويا عمتها، والعمة شو تريد يعني؟ هي أم، ماكو أم يعني تكره تخرب على بيت ابنها. أكو أمهات صحيح يعني هي تكون متسلطة وديكتاتورية بنفس اللحظة، وتحس بأنه ربت وتريد حق ترباها. مرات الأهل يحسون بأنه التصرف خطأ، تصرف البنية خطأ، فما يردون هاي البنية هيش تعامل ابنهم قدام. هي مو بيتها وحدها حتى تتعامل بهاي الطريقة، مو بيتها. وحاليا بناتها الوقت هسه وجيل هسه أول ما تتزوج تريد بيت، أريد بيت وحدي حتى ألبس حتى أسوي. هم مو مانعيش من اللبس، عندي غرفة أروح لبسي سويت مكياجي، فليش تخلين حشتش بأنه أنا حصر عليه البس حصر عليه هذه حصر عليه. يعني هم حالهم حال عائلتش، هم صح هي من حقها تستقر وهذه من حق، لكنه هي من أخذت هذا الزوج من البداية تعرف أنه يعني عنده له من البداية تطلب، ليش ما طلبت من البداية هي بيت ها وتحقق لها اللي تريده وراحته وبيته؟ ليش بعدين بدت تطلب بيته؟ هذه حست هي سعادتها بالبيت، هي السعادة مو بالبيت، مو بالبيت. هوايعتهم بيوت وعافن حتى بيوتهم وطلقن. ليش؟ لأنه ما حسن بسعادة وياه ولا حست براح. هي باعي شوفي أكو بعض النساء وللأسف إنه تقول للولد بالبداية موافقة إنه أعيش في أهلك، لكن بعد برا فترة تسوي هي مشاكل تبدي تختلقها أو تسجل نقاط عليهم في سبيل تطلع من البيت. ما كانت صادقة ويا نفسها من البداية. إحنا ليش أنا دائما أقول أنت أعرف شنو اللي تتحمله أو ما تتحمله، ما المفروض أني أحمل المقابل ما لا أطيقه من البداية. أنا إذا إنسان أحب استقلالية وأحب انه يكون بيتي منفصل عن عائلة زوجي اخليه شرط اساسي وخلي المقابل هو يحير بالموضوع، لكن انا من اوافق وبعدين اقلب عليه او اصلا داخله في سبيل اسوي مشكله وبعدين اطلع بالولد غلط. ممكن هي العائله من النوع اللي ما تتقبل عندهم ابن يطلع فيضحي بيها ما يضحي بالعائله مالته. بالنسبه للعوائل اللي يكون صوتهم عالي طبعا يعني شويه الثقافه تدخل بهذا الموضوع نوعا ما، واكو عوائل هي طبيعتها هيك يعني شلون نوعا ما توارثتها لهي المساله فما تخلت عنها، ما تعتبرها انه هي شيء فد شيء هو يسيء لهم، انه بالعكس اغلب هاي العوائل مثلا صوتهم عالي تعاركوا
وبلحظة برا شوية ما يشيلون حقد، يعني ضحكة والشاقة أو مثلا للعصر أو ثاني يوم هم تصالحوا بيناتهم وينتهي الموضوع. أنا برأيي كإنسانة تدخل بهيش عائلة تأخذ الأمور، يعني ما تقدر هي لا تكون مثلهم ولا تقدر هي تحكمهم بطبعها هي، فتأخذ موقف يعني تكون محايدة به، وإذا تكون عندها قدرة أنه تأخذ الأمور ببساطة. بعد أنه صارت الطفلة أو خلال فترة أنه أنت كنت بعيدة عنهم، شو ردة فعلهم؟ هم تقبلوا الموضوع؟ كانوا يسألون عنك؟ زوجك شنو تصرفاته؟ أنت قلتي أنا أعرفه وأعرف شخصيته، فشنو رد فعله من أنت ابتعدت عنه هاي الفترة؟ ما قلت له أنا أرجع، فرجعت للبيت، أمي رجعتني واستقبلوني، ما قالوا شيء، بس أمي كانت يعني وجهها ثقيل علي. عادي أنا قلت أرجع، هذا بيتي يعني وبيت عيالي يعني وغرفتي وكل شيء، شلون أعرفه؟ وما سويت أهمية كلامه. هو من عرف وإجا وشافني بالبيت تعارك وياي وظل يصيح ويحكي هي شلون يعني اللي فرحة وإنه صارت مشكلة بيناتنا أهله. فأنا قلت له ما أعتذر منها، هي من هاي ظلت تشد وياي، ظلت تغار على كل شيء، البنية تهملها، أنا مثلا أريدهم يساعدون البنية، أنا ما أعرف للأطفال، يعني عاندوني بكل شيء، هي شدت وياي أقلها يعني، حتى هو تقول له أنت شو تجيب لها مثلا، يعني مثلا أطلب شيء اشتري لي، ظل تحكي أنت مدللها، أنت تجيب لها أشياء ما تحتاجها. فأنا شو أسوي؟ ظليت أقول له يابا أول ما تجي روح يم أمك سلم عليها واحكي وياها، ولا تجين ولا تصعد لا تشوف بنتك، أول شيء الحلمة تقول لك أصعد يلا هيك لعد شو أريد بس أعيش. بس هذا الموضوع ما فاد وياها، حد ما يعني ظلت تسوي لي مشاكل على الطبخ، على الأكل، على بنتي إذا تشوفها شوية يعني ما مرتبة ظلت تحكي يعني ما لحق يعني أشتغل بالبيت وبنتي وزوجي يريد يعني واي أشياء، فشو أصير أني؟ هي كل شوية شدت وياي. فصارت واحدة من المرات إنه يعني شلون تحركت أنا وياه، ظليت مثلهم، ظليت أصيح مثلهم، ظليت أحكي مثلهم، يعني انتبهت على نفسي أنا شو صرت مثلهم أنا، لا متى أنا ذا أبقى أكثر بعد راح كل اللي أنا تعلمته وتربيت عليه يروح. فقلت له أنا اطلعني بيت وحدي وأني رايحة لأهلي. ما استجاب الموضوع هو ولا فكر بكلامي ولا أي شيء، رحت وروحه راح، لا أجي ولا سأل ولا أي شيء. تمام، بعد الطلاق أكيد كل إنسان فكر بحياته القادمة، شنو وضعك الحالي وشنو تفكرين للمستقبل؟ إحنا بقينا يعني هالفترة يعني خامو أهلي يصرفون عليه، فسوينا قضية نفقة. القضية شوية تأخرت لحد ما يعني استلمنا، هو كان يعني كاسب. المهم فمن صارت قضية النفقة ومشينا بالإجراءات وهاي، فهو ظهر يعني إنه مفكر بالطلاق. أنا ما أريد طلاق، أريد يعني نرجع، بس إنه نرجع بيت وحدنا. ظل هيك هالفترة سنة سنتين، بنتي كبرت وهو هاجرنا اثنيناتنا وما يسأل، لحد ما أنا يعني قلت أنا لازم أشوف حياتي، وإذا ما هو أتزوج غيره، يعني هي الحياة ما يعني تتوقف على إنسان ثاني. شوفي ماكو بنية تستعجل بالطلاق، لكنه تريد حل، من تلجئ لهذا الشيء تقول لك أنا يعني من لزمة بالنفقة بالهذا راح يرجعني راح كذا يلبي شروطي اللي ببالي، هي ببالها في الشيء تحسسه بأنه أنا كنت وياك لكن أنت ما صارف عليه، اصرف وشوف، اصرف على اطفالك، ابعد عنك اطفالك، شوف افراقنا، حسي يعني فرقتنا شلونها عليه. فتلجأ للمحكمه، هنا الرجل راح تحز عنده راح يضوج، شلون راحت واشتكت يا بالمحكمه ما بيها شيء، انت ليش تحز عندك؟ تعال انا عند اهلي وانت مسائل عليها وعفتها، ولو تجي تحل الموضوع، لو ماكو داعي تهجر سنه وسنتين او اكثر. هو طبعا يهجر يريد الموضوع يبدر من عندها، يا اما تروحي ترفع دعوه وتطلق نفسها حتى لا يدفع الحاضر والغايب ويخلص يطلع من هالمشكله هذه، يا اما يبقى هاجر يريد فتح حل، هم يدزون عليه هم، لا ما يجوز يعني
هي امرأة وبيت أهلها زعلت أروح أرضيها وأرجع يعني الموضوع كلمة حلوة سلام هذه ترجع الأمور وتصفى، لكنه إحنا عندنا شوية نوع العناد والمكابرة، تبدي هاي الشغلة بالعناد والمكابرة، ترفع الدعوة ما عنده يصير عليه القاء قبوض يصير عليه هذه، هنا راح تكثر المشاكل. كل ما تزيد مشاكل المحاكم والتبليغات والدعاوي هنا راح تزيد المشاكل أكثر. يا أما يصحى على نفسه ويرجع لها ويرجع لأطفاله، يا أما لا والله يقول يتخذ من باب الكرامة ويطلق وهذا، لكنه بعدين يشعر بالندم لأنه أنت طلقتها، لكنه بعدين أنت هم راح تتزوج، يعني شلون راح توفق بين مصرف هذه نفقة مال هذه، زين هذا الطفل اللي ينشطر نصين وين راح؟ إليك إلها، الأطفال هم الضحية، الأطفال هم الضحية. اي هو هو مو بس هاي، هو اصلا ما شافها موجوده بحياته حتى يهتم، اول تالي يقول لك ادفع فلوس، اوكي خلي اطلق، خلي فلوس النفقه هي تكون فلوس المؤخر وفلوس الطفله، واني متاكده انه هو خلى محامي شاطر حتى يقلل النفقه الى ابعد حد وراح تاخذ عفو. ولاحظي لاحظي هي ما قالت اني راح اشتغل على نفسي واشتغل واعتمد على نفسي وكذا، راح القى لي قسمه زينه وراح اشوف لي شخص ماديا متمكن زين، انت معناها يعني همدة يعني ضحية ثانية راح يصير صراحة، لأنه راح تحمل أشياء قد يكون هو ما مجبر يتحملها. أبسط شيء هو بنتها، مو مجبر هو يعيش حياة اللي هي تتمناها لبنتها وكذا. ذكرت إنه النظرة العامة للمطلقات بمجتمعنا وكذا، أنت خليتي نفسك بهالموقع هذا إنه أني اتطلقت في الناس ايش راح تباولي وكذا، انت اذا تشتغلين على نفسك انت اللي راح تكونين مرغوبه، انت اللي راح تكونين انسانه مطلقه او لا، انت راح تخلين فد نقطه معيبه بالشخص اللي راح يتقدم لك، فكيف تردين انت على شيء ما يعني هو هم راح يكون يريد اعلى قيمه ومستوى، يعني اللي راح تكونين جدا يعني مثلا نقول يعني شنو راح تعيشين قصه حب اللي يحبك لهالدرجه حتى يضحي ويسوي، انت دا تخلين من البدايه نقطه انه عليك انه اني مطلقه، فهذا الشيء ما راح يخليني اختار. فقلنا له وهو معارض عادي، سوينا الطلاق وصار الطلاق، وهسه انا يعني بنتي عندي هو ما راتها اصلا لانه أهله ما متعلقين بيها ولا مهتمين بيها فما رادوها. هسه وضعي أني يعني منتظرة قسمة زينة تكون مواصفات زينة، ولازم أسألي على وضعهم، يا أما أنه أكون أشرط بيت وحدي. أعرف هذا الموضوع صعب لأن أنا مطلقة، وتعرفين هواي ناس على المطلقة يعني تحكي أو يعني ما يأخذون مطلقة، بس أنا يعني لازم يكون شخص فاهم نفس ظروفي، يا أما أنه أحد يفهم وضع يعني، وبنتي تبقى وياي وإن شاء الله ألقى ابن حلال اللي يعوضني اللي صار وياي. طبعاً عندي صديقات يعني هواية انفصلوا، قرار الانفصال في بعض الأحيان، طبعاً أنا بهاي الحالة بالحالة اللي سمعتها ما مؤيدة للانفصال نهائياً، يعني أتصور البنية ما كان عندها نضج كافي، والولد ايضا ما كان ناضج كفايه حتى يختار اختيار صح ويتصرف تصرف صح، كان المفروض همينه يحتوي الانفعالات اللي مرت بها زوجته. مساله الانفصال والزواج الثاني خلينا نقول، هاي المساله بالذات يحتاج لها شجاعه بالقرار. انا يعني اللي يخوض تجربه فاشله حيكون شجاع كفايه حتى يتجاوزها. يعني انت اذا تنهين حياتك كامله يعني بغض النظر عن فترة الزواج، ممكن سنة ممكن سنتين ممكن 20 سنة، 20 سنة في داخلها المرأة هي مقتولة، أنا اعتبرت تنقتل الروح بالزواج الفاشل وبالشريك اللي ما محتويها. فلما تبقى فترة معينة في سبيل أولادها هي مدى تبين للمقابل أنه هي تتألم أو أكو عندها نقاط وياه مدى تقدر تطيقها، تنتظر بالذات اللي يكونون فترة طويلة وبعدين ينفصلون، تنتظر اللحظة اللي هي تقدر تكون بنفس المقام اللي هي بيه، يعني ما تتطلق وتعيش ظروف مأساوية وتبدي حياتها، لا تعيش بقدر الإمكان بنفس المستوى اللي هي كانت موجودة بيه وتبدي حياة جديدة. من هذا المستوى فما فوق
بالحياة اللي جاية عندها المفروض تكون خياراتها مختلفة عما هي أصلاً طلعت، يعني خلينا نقول مثل كأنما شخص طالع من حرب. المفروض أعرف المرحلة الجاية شنو أنا محتاجة، هل أنا محتاجة مادة؟ هل أنا محتاجة شريك يحبني أو يحتويني إذا كانت علاقتها ويا الشريك السابق خالية من المشاعر؟ هل أنا محتاجة شخص قوي؟ قد تكون هي كانت عايشة ويا شخص ضعيف معتمد عليها، يعني معتمد عليها في أمور البيت، فتريد شخص هو يكون مسؤول عن البيت ومسؤول عنها وكذا. لما تعرف هاي النقطة هي أوريدي راح تكون شلون خلينا نقول عنصر جذب لهذا النوع من الشريك. ما ترضى بأشياء هي ما محتاجتها في مرحلة الانفصال وما بعدها، هي المفروض تعرف شنو اللي يحز بروحها. أما أنه تجازف بزواج ثاني بدون تفكير أو لمجرد أنه أنا أتزوج في سبيل لا حد يقول عني مطلقة، أنه يكون الشريك أعزب أو متزوج أو أرمل، هذا ما يحدد نوعية شخصيته. يعني قد يكون هو متزوج لكن هو هم يعيش في حالة مشاعر معينة في زواجه ولا يريد يستغني عن زوجته أم أولاده، ينظر إليها أنه هي ما مجبورة تنكسر أو تتأذل للمشاعر اللي هو يحسها، فيبقيها معززة مكرمة ويعيش حياته مثل ما نقول أو حاجته. تبقى الشريكة الثانية هي أيضا لازم تفكر بهالموضوع، هل أنه أنا مناسبة لهالزواج، هو راح يكون مناسب إلي بهالزواج. كله يعتمد على فهم داخلك أكثر ما يعتمد على فهمك للشريك. اللي أرد ذكره أهم شيء الاختيار، التوافق الاجتماعي، يعني مو أنا بيئة وهو بيئة وباشر عقبه يعني ابني لفظ غير ملفظ، البيئة ذيك ما راح تتقبل النوايل. فالحالة الاجتماعية، الشهادة لها دور، لأنه باكر عقبه يحس هو ما عنده شهادة وهي أكثر منه عندها شهادة، أو هي ما عندها شهادة وهو عنده شهادة، يبدي يحس هو ماخذ فد وحدة جاهلة وهذه. الأهل لا تختارون، خلوهم هم اللي يختارون. زواج القاصرات طبعا هم إلى دور، السن المبكر طبعا هم ما تعرف وجهة الزوجة ولقيت روحها صارت أم وأم أطفال وهي نفسها طفلة ما فاهمة الحياة شنو ما شاء. فهواي أمور، وأحب أقول للأهالي يعني عدم التدخل بين الطرفين، يعني أنتم دا تهجمون سعادة ابنكم، ابنكم هم ماتين راح يصير، حتى ذو الرجال هم راح يصير هو إنسان مطلق منفصل، هم راح يتقدم وهم عليه سمعة راح يصير، ليش انفصل؟ ليش طلق؟ ليش هذه؟ أكثر الكلام هو مو عن الرجل، أكثر الكلام عن المرأة. لكنه بالتحديد اليوم نركز على الرجل ليش طلق، مو على المرأة ليش طلقت. صير هي مشاكل. اليوم أنا من أجي وأرد أسأل عن شاب، أنا أرد أجي أسأل عن هذا الشاب اليوم جاي متقدم لبنتي، يقولوا لي خوش شاب، لكنه بعدين اكتشف بأنه عنده أمور يعني محلوة، اكتشفوا هواي أمور. بالعكس أنتم قولوا هذا الشاب كذا وكذا، أنطوا عيوبه، لأن أنتم راح تدمرون عائلة كاملة، راح تدمرون الأهالي، راح تدمرون شباب البنية تنكسر ترجع لأهلها منفصلة، راح تدمرون أولاد راح تصير بيناتهم وأطفال. فبالعكس أحكي قبل نقول يعني الستر حلو وهذه، لكن رب العالمين ما قال يعني لا. اللي شوفه اللي شايفه أنت شايفه احكي يا بم ما تفيدكم، دعك عن الستر هاي، لكنه أكو طبائع ما أحكي ما أتكلف عن شرفها أو عن هذه أو لا، وإنما ما تفيدكم البنية أو هو الولد ما يفيدكم. فالولد يأثر أكثر سلبا من البنية. البنية مجرد ما زوجته انفصلت عقلت أكثرهن، أنا ما أقول يعني كلهن، أكو أكثرهن تعقل. ليش؟ لأنه صار صاحب التجربة، التجربة الثانية راح تكون واعي، تكون واعي حتى إذا التجربة الثانية ما كانت واعية، حتى إذا لا. أكو زواجات هي سببها الأهل، الأهل ضغط الأهل، البنية تريد مجرد تتزوج
ضغط الأخوة، ضغط أكو ضغوطات تصير، فتضطر تختار أي كان في سبيلته. بعدين ما تتفاجئ إلا هي دمرت نفسها بسبب أهلها.